مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثالث نشراتنا الرياضية، والبداية بفرقنا اللي تستعد للمواجهات الإفريقية بداية الأسبوع القادم. النجم الرياضي الساحلي سافر اليوم إلى تنزانيا في رحلة عادية عبر القاهرة، ويمشي يواجه نهار الثلاثاء الهلال السوداني ضمن الجولة الرابعة مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية. رحلة النجم غاب عليها لاعب واحد هو حسام بن علي بعد تعرضه لإصابة في مباراة النادي الإفريقي، في حين كان الثنائي غفران النوالي وأصيل الجزيري متواجدين مع بعثة الفريق اللي تحولت كما قلنا اليوم إلى القاهرة، ثم إلى تنزانيا دار السلام. مباراة نهار الثلاثاء 8 متاع الليل بتحكيم الحكم الموريسي أحمد امتهاز هيرالال. في الترجي التونسي، ترجي يتحول غدوة الصباح في رحلة خاصة إلى لواندا، ويمشي يواجه نهار الثلاثاء زاد الخمسة متاع العشية فريق بيترو أتلتيكو. محمد علي بن حمودة وحسام غشة هما زوز ملاعبية اللي بشي يغيبوا على الرحلة، مع إمكانية كبيرة لتواجد اللاعب محمد وائل الدربالي في البرنامج قبل المباراة، حصة تدريبية وحيدة نهار الاثنين على ملعب المباراة. المباراة باش يزفرها كما قلنا نهار الثلاثاء الخمسة متاع العشية الحكم الموريتاني داهان بيدا. النادي الإفريقي واصل بدوره تحضيراته لاستقبال ريفرز يونايتد ضمن الجولة الرابعة من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. بالمباراة هذه نهار الأربعاء كما قلنا 8 متاع الليل بقيادة الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل، وتذاكر قاعدة تتباع على موقع النادي 20 30 40 و 60 دينار. وبالنسبة للفريق زوز ملعبي أحمد خليل وبسام صرافي إمكانية كبيرة باش يكونوا متواجدين، ما ثماش خوف بعد إصابتهم في مباراة النجم الرياضي الساحلي، ما ثماش حتى أدنى خوف من كونه يكونوا غايبين على المباراة هذية. في النادي الرياضي الصفاقسي تعمل اليوم اجتماع اللجنة العليا للدعم، تم خلاله تزكية ترشح السيد عبد العزيز مخلوفي لرئاسة النادي. في حباب الترشحات باش يكون نهار 20 ديسمبر 2023، وباش يتسكروا الغلق للترشحات باش يكون نهار 5 جانفي 2024. جوهر العذار باش يواصل رئاسة النادي حتى موعد الانتخابات نهار 20 جانفي الانتخابات، وكما قلنا تم تزكية ترشح السيد عبد العزيز مخلوفي لرئاسة سي اس اس. والمحور الثاني اللي تأم عليه الاجتماع اليوم هو توفير بعض الموارد المالية للفريق في الفترة الحالية. في سي اس اس زادت وقفت المباراة الودية لجمعة اليوم الفريق في مركب الهادي النيفر في باردو هوني ضد الملعب التونسي، توقفت قبل 20 دقيقة من نهايتها بسبب مناوشات ما بين بعض الملاعبية من زوز فرق. زاد حتى في وسط المباراة حتى في الشوط الأول كان ثم شوية تدخلات خشنة، هذاك علاش المباراة توقفت في دقيقة 70 وقت اللي كانت نتيجتها 1-0 للستاتيونيزيان، هدف كان سجله هيثم الجويني. مباراة أخرى ودية تلعبت اليوم ولكنها كملت في جمعة السي بي بالأولمبي البيجي 3-1 للسي بي، أهداف محمد عزيز القاسمي يوسف الفلاحي وطيب بن زيتون، وهدف الأولمبي البيجي سجلوا اللاعب وسيم الشيحي. الدفعة الأولى من مواجهات الجولة 11 لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية تلعبت اليوم. أمل حمام سوسة يفوز على هلال مساكن 3-2، القلعة الرياضية تتعادل مع شبيبة القيروان 2-2، الهدف التعادل بالنسبة للقلعة الرياضية جاء في دقيقة 90+3، جندوبة الرياضية تتعادل مع شبيبة العمران وكواحد الأول وواحد الثاني زوز تعادلوا 2-2، نادي حملم يفوز على سبورتينج بن عروس 2-0، جمعية ريانة تتعادل مع النادي القربي 0-0، ونجم الرادسي يتعادل مع مستقبل وادي الليل دون أهداف. الثلاثي في صدارة كما العادة جندوبة الرياضية 23 نقطة، شبيبة العمران في المركز الثاني 22 نقطة، والنادي الرياضي بحم الأنف عنده 20 نقطة. الجولة 18 لبطولة النخبة لكرة اليد، برنامج اليوم والمباريات اللي وفات. المباراة قاعدة تتلعب حاليا مازال كيف الشوط الأول. ماتش 3 النادي الإفريقي التقى النصر الرياضي بطبلبة، مباراة انتهت بفوز النادي الإفريقي 36-22. الأربعة مباريات الأخرى تلعبت، مكان مهدية فاز على نادي كرة اليد بجمال 31-30، سبورتينج مكنين يفوز على الاتحاد التميمي 31-24، الشباب الرياضية بالشيحية تنهزم في قاعتها أمام البعث الرياضي بن خيار 33-25، النادي الرياضي الهلالي نادي الرياضي بساقيت الزيت يفوز على النادي الرياضي الهلالي 31-18. مباراة القمة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي مازال كيوفال ميتون منذ لحظات، تقريبا عنده اقل من دقيقة من يوفال الشوط الاول، بتقدم الترجي الرياضي التونسي 13-10. نختم بالنتائج خارج تونس اهم المباريات. خلينا نبداو بالسيريا، ليتشي يفوز على فروزينوني 2-1، مباراة كان دخل فيها حمزة رافعه في دقيقة 90+1، يعني دقيقة 91 كان دخل المباراة هذه. 6:30 نابولي يواجه كاليري، وتورينو يواجه في الملعب نتاعو اليوم اولمبيكو 9:45 نتاع الليل.
في البريمير ليج مباراة توقفت ما بين بورنموث وليتون تاون. علاش توقفت؟ بما أنه القائد فريق ليتون تاون توم لوكير سقط وحده في الميدان، وبعدها في الفيتاليتي ستاديوم المباراة هذه بعدها تقرر كون المباراة هذه تقف فقط للتاريخ. القائد فريق ليتون تاون هذايا توم لوكير كان زاد تعرض لنفس الحادث في شهر ماي اللي فات، كانت عنده أزمة قلبية، صارت له أزمة قلبية في مباراة مع فريق ليتون تاون وقتها في الشامبيونشيب، وسقط على الميدان وكانت عنده أزمة قلبية. اليوم تتعاود الحكاية هذية، ما تصورش كان مازال باش يخليه يلعب البريود الجاية الملاعب هذية، ولو أنه تمنياتنا ليه بالسلامة والعودة لسالف نشاط. وشيلسي يفوز على شيفيلد يونايتد 2-0. أنيس بن سليمان كانت خلف الدقيقة 80 في المباراة هذية. السيتي يتعادل مع كريستال بالاس 2-2 دون لينجلاند، ونيوكاسل يسترجع فيتو ويفوز على فولهام 3-0. 6:30 بيرنلي يواجه إيفرتون. في الليغا سيلتا فيغو تفوز على غرناطة 1-0. أتلتيكو بلباو فازت على أتلتيكو مدريد 2-0. 6:30 إشبيلية تستقبل ختافي، وفالنسيا 9 متاع الليل تواجه البرسا. في الليغان لو هافر متقدم بعد 54 دقيقة على نيس 3-0، و 9 متاع الليل غاسين كلوب دو لونس يستقبل ستاد دو رينس. في البوندسليغا ماينز ينهزم على ميدانه امام هايدنهايم 1-0. بوخوم فوز على يونيون برلين 3-0 في مباراه تشارك في شوطها الثاني. لعبنا الدولي عيسى العيدوني. اوكسبورغ تعادل مع بوروسيا دورتموند 1-1. دارمشتات ينهزم امام فولسبورغ 1-0. والستة ونص متاع العشيه هوفنهايم يواجه لايبزيغ. النشره هذه كل اخبارنا الرياضيه تلقاوها على موقعنا موزايكا فام بوينت. نخليكم توا مع فهمي وبقيه الفريق في سامدي سبورت.